السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا على قناة ميكار. كيف ما شفتوا في العنوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على سيتروين سي 3، سيارة غنية عن التعريف، بزاف الناس كيعرفوها لان امتد التصنيع ديالها ما يقارب عقدين من الزمن. اول نسخة بانت من سيتروين سي 3 سنة 2002، امتد الانتاج ديالها حتى 2009. توقف التصنيع ديال النسخة الاولى بتجديد نسخة ثانية سنة 2009 اللي امتد التصنيع ديالها حتى سنة 2016، وكيجينا الجيل الثالث سنة 2016 امتد التصنيع ديالو حتى لسنة 2020. وسنة 2020 جانا هاد الشكل الجديد ديال لا تخوازيام جينيراسيون ديال سيتخوان. باش تبقى محافظة على مكانتها في السوق كان لازم على سيتخوان تواكب العصر. تجديد هاد السيارة وجات بشكل جديد، وبقاو معنا نكتشفوا الاختلافات وشنو هو الجديد. فالواجهة الأمامية ديال السيارة كتمثل مرحلة جديدة عن سيتخوان، شكل جديد اللي غادي تلقاوه في جميع أنواع السيارات من هنا القدام. بالنسبة للأضواء مازالين على شكل جوج طبقات، لكن هاد جوج خطوط من الكروم ما بقاوش بشكل متوازي، بل ولاو نازلين من الجانبين. حتى أضواء الليد اللي حتى هما خداو شكل جديد. وأخيرا شبكة التهوية اللي تغير الشكل ديالها نسبيا. لي جونت جاو بشكل جديد متوفرين ب 16 بوس، كذلك تغيير خفيف على مستوى الحزام الجانبي اللي خداو شكل جديد، ومازالين محافظين على المهمة ديالهم اللي هي حماية الأبواب من الخدوش. السيارة من الخلف ما تغيرتش مع إضافة ازدواجية الألوان جديدة موازاة مع تحسين السيارة. كان على سيتخوين تغير بعض الأمور بحال نوعية البلاستيك مثلا المستعمل في مقصورة السيارة، لكن للأسف هذا الشيء ما وقعش، بقات نفس نوعية البلاستيك المستعملة في النسخة اللي من قبل. على أي التعديلات اللي قامت بها سيتخوين كيركزوا على ثلاثة الأمور واللي هي ترقية البرامج الإلكترونية في السيارة، تحسين وسائل الراحة بالمقصورة الداخلية، تجديد أنظمة واقي الصدمات. فالشاشة اللامسة اللي كانت في النسخة السابقة تم ترقية برنامج التشغيل لتصبح أكثر استجابة من حيث السرعة، مع إبقائها بنفس الحجم اللي هو 7 بوصة، مع إمكانية التناسق مع الأندرويد أوتو والأبل كاربلاي، مع إضافة خاصية زاوية الخطر بالسيارة اللي زادت من عوامل الأمان المساعدة على طلوع المرتفعات، بإضافة تفاصيل جدال على مستوى لوحة القيادة واللو مريحين أكثر باستعمال مقاعد أدفانس فور ديال سيتخوان اللي غني عن التعريف. اما الباقي ما تغير بالنسبه للراحه داخل السياره، تخدم بطريقه اللي توفر مساحه كافيه لخمسه ركاب، وهذا يحتسب للشركه، هذا كيتعتبر نقطه قوه امام المنافسين. فاثناء القياده اول ملاحظه هي ان صوت المحرك داخل المقصوره الداخليه نقص بشكل ملحوظ، خصوصا اثناء تغيير وزياده السرعه بفضل استعمال مواد عازله للصوت والحراره من نوعيه جيده. هذه النقطه امتياز بالنسبه للسياره اللي ما كنلقاوهاش في السيارات الاقتصاديه، هذه خاصية خاصة بالسيارات أعلى من هذه الفئة. سيارة سيتروين سي 3 الجيل الثالث جاتنا بخمسة نسخ: شيل بيزنس، شيل باك بلس، شيل ادفنتور، شاين باك، وشاين ادفنتور. حاليا نبدأ المراجعة ديالنا بأول سيارة واللي هي شيل بيزنس. ندوزو حاليا لمحرك السيارة ديازل. فالمحرك ما تغيرش، نعطي واحد النبذة على المحرك. المحرك هو من سعة 1.6 لتر HDI، تكنولوجيات HDI غنية عن التعريف، بزاف الناس كيعرفوها. إلا بغيتو تعرفوا عليها أكثر يمكن ليكم تخليو لنا تعليق وندير لكم فيديو خاص على هذا المحرك ديال HDI من شركة بيجو سيتخوان. القوة الجبائية هي 6 الخيل، القوة الحصانية 92 الخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كم/ساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10.8 ثواني. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. كتوفر على 6 وسائد هوائية، خاصية ثبات السيارة على الطرقات، مكابح مانعة للإنغلاق، المساعدة على الفرملة الفورية، تنبيه انحراف السيارة على الطريق، كرسي السائق قابل للتعديل، مصابيح ضباب، مكيف هواء يدوي، منظم السرعة، مثبت سرعة، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مرايا كهربائية، عجلات من 15 بوصة، مقود متعدد الاختصاصات، مصابيح بتقنية عالية LED، شاشة لامسة من 7 بوصة. ثمن السيارة في الأيام العادية هو 178 ألف درهم، حاليا عليها عرض تخفيض بناقص 32 ألف درهم،
كيرجع الثمن هو 140 ألف درهم. كنضيف عليها مصاريف لوحة ترقيم السيارة ب 4500 درهم، أيضا كنضيف عليها مصاريف الصباغ اللامعة ب 3500 درهم، كيرجع الثمن النهائي هو 154 ألف درهم و400، وهذا كثمن نهائي اللي ما غاديش تخلصو من بعدو شي حاجة واحدة أخرى. نمرو للفئة الثانية من هاد السيارة واللي هي شيل باك بلس. ندوزو حاليا لمحرك السيارة ديازل. فالمحرك ما تغيرش، نعطي واحد النبذة على المحرك. المحرك هو من سعة 1.6 لتر اتش دي، تكنولوجيا الاتش دي. القوة الجبائية هي 6 الخيل، القوة الحصانية 92 الخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10.8 ثواني. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. فكتمتاز ب6 وسائد هوائية. خاصية ثبات السيارة على الطرقات، مكابح مانعة للانغلاق، المساعدة على الفرملة الفورية، تنبيه انحراف السيارة على الطريق، كرسي السائق قابل للتعديل، مصابيح الضباب، مكيف هواء تلقائي، مقاعد بتقنية عالية Advanced Comfort، مثبت السرعة، منظم السرعة، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مرايا كهربائية، عجلات من 16 بوصة، مصابيح LED، مقود متعدد الاختصاصات، شاشة لامسة من 7 بوصة، صباغة ثنائية الألوان. ثمن السيارة في الأيام العادية هو 183 ألف درهم. حاليا عليها عرض تخفيض بناقص 27 ألف درهم. كيرجع الثمن هو 156 ألف درهم. كنضيف عليها مصاريف الصباغة اللامعة ب 3500 درهم، أيضا كنضيف عليها مصاريف لوحة ترقيم السيارة ب 4500 درهم. كيرجع الثمن هو 164 ألف درهم. هذا ثمن نهائي اللي ما غاديش تخلصو من بعدو شي حاجة واحدة أخرى. حاليا كنوصلو للفئة الثالثة من هاد السيارة واللي هي فيل أدفنتشور. ندوزو حاليا لمحرك السيارة ديازل. فالمحرك ما تغيرش، نعطي واحد النبذة على المحرك. المحرك هو من سعة 1.6 لتر اتش دي. القوة الجبائية هي 6 الخيل، القوة الحصانية 92 الخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10.8 ثواني. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. فكتمتاز ب6 وسائد هوائية. خاصية ثبات السيارة على الطرقات، مكابح مانعة للانغلاق، المساعدة على الفرملة الفورية، تنبيه انحراف السيارة على الطريق، كراسي السائق قابلة للتعديل، مصابيح الضباب، مكيف هواء تلقائي، منظم السرعة، مقاعد بتقنية عالية Advanced Comfort، مثبت السرعة، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مرايا كهربائية، عجلات من 16 بوصة، مقود متعدد الاختصاصات، مصابيح بتقنية عالية LED، صباغة ثنائية الألوان، شاشة لامسة من 7 بوصة، نظام الملاحة. ثمن السيارة في الأيام العادية هو 188 ألف درهم. حاليا عليها عرض تخفيض بناقص 29 ألف درهم. كيرجع الثمن ديالها هو 159 ألف درهم. كنضيف عليها مصاريف الصباغة اللامعة ب 3500 درهم، أيضا كنضيف عليها مصاريف لوحة ترقيم السيارة ب 4500 درهم،
فكيرجع الثمن ديالها هو 167 الف درهم كثمن نهائي اللي ما غاديش تخلصوا من بعدو شي حاجه واحده اخرى. حاليا كنوصلوا للفئه الرابعه من هاد السياره واللي هي شاين باك. ندوزو حاليا لمحرك السيارة ديازل من سعة 1.6 HD. القوة الجبائية هي 6 دلخيل، القوة الحصانية 92 دلخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10 ثواني فاصلة 8. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. نمر لخصائص السيارة. كتوفر على 6 وسائل هوائية، خاصية ثبات السيارة على الطرقات، مكابح مانعة للانغلاق، المساعدة على الفرملة الفورية، تنبيه انحراف السيارة على الطريق، كرسي السائق قابل للتعديل، مصابيح الضباب، مكيف هواء يدوي، منظم السرعة، مكيف هواء تلقائي، مثبت سرعة، مقاعد بتقنية عالية Advanced Comfort، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مرايا كهربائية، عجلات من 16 بوصة، مقود متعدد الاختصاصات، مصابيح بتقنية عالية LED، صباغة ثنائية الألوان، شاشة لامسة من 7 بوصة، نظام الملاحة، اشتغال أضواء السيارة تلقائيا، مساحات الزجاج تلقائية، المساعدة على الركن الخلفي، كاميرا الرجوع إلى الخلف، زجاج خلفي نسبيا أسود. ثمن السيارة هو 190 ألف درهم، حاليا عليها على التخفيض بناقص 20 ألف درهم، كيرجع الثمن ديالها هو 170 ألف درهم. بإضافة مصاريف لوحة ترقيم السيارة ب 4500 درهم، وإضافة مصاريف الصباغة اللامعة ب 3500 درهم، كيرجع الثمن ديالها هو 178 ألف درهم كثمن نهائي اللي ما غاديش تضيفو من بعدو شي حاجة واحدة أخرى. حاليا كنكون وصلنا لأعلى فئة من هذه السيارة واللي هي شاين ادفنتشر. ندوزو حاليا لمحرك السيارة ديازل من سعة 1.6 HD. القوة الجبائية هي 6 دلخيل، القوة الحصانية 92 دلخيل، عزم دوران 215 نيوتن متر، ناقل الحركة بخمس سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة 5.7 لتر، معدل استهلاك خارج المدينة 3.7 لتر، والمعدل المختلط هو 4.4 لتر. سرعة قصوى ديال السيارة كتوصل حتى 180 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع السيارة في مدة لا تتجاوز 10 ثواني فاصلة 8. سعة خزان الوقود هو 42 لتر، وسعة صندوق السيارة هو 300 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. كتوفر على 6 وسائل هوائية، خاصية ثبات السيارة على الطرقات، مكابح مانعة للانغلاق، المساعدة على الفرملة الفورية، تنبيه انحراف السيارة على الطريق، كرسي السائق قابل للتعديل، مصابيح الضباب، مكيف هواء تلقائي، مقاعد بتقنية عالية Advanced Comfort، منظم السرعة، مثبت السرعة، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مرايا كهربائية، عجلات من الكروم من 16 بوصة، مقود متعدد الاختصاصات، مصابيح بتقنية عالية LED، صباغة ثنائية الألوان، شاشة لامسة من 7 بوصة، نظام الملاحة، اشتغال أضواء السيارة تلقائيا، مساحات زجاج تلقائية، المساعدة على الركن الخلفي، كاميرا الرجوع إلى الخلف، زجاج خلفي نسبيا أسود. ثمن السيارة هو 196 ألف درهم، حاليا عليها التخفيض بناقص 22 ألف درهم، كيرجع الثمن ديالها هو 174 ألف درهم. بإضافة مصاريف لوحة ترقيم السيارة ب 4500 درهم،
إضافة مصاريف الصباغة اللامعة ب 3500 درهم، كيرجع الثمن النهائي هو 182000 درهم كثمن نهائي اللي ما غاديش تزيدو من بعدو شي حاجة واحدة أخرى. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى نكون جاوبتكم على جل الأسئلة اللي كدور لكم في بالكم على هذه السيارة. اللي عنده شي سؤال يخلي لي في التعليق، خليوا لي الآراء ديالكم على السيارة كيف جاتكم من ناحية الثمن والمميزات. اضغطوا على زر اللايك من أجل دعم القناة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.